يوم الأيام كان سيدنا أبو بكر الصديق يمشي مع سيدنا بلال، يعني سيدنا بلال عبد بمقاييسهم الناس، بمقاييس البشر، عبد حبشي أسود مش معروف من قبيلته، من الحبشي جاي، يعني كان يباع ويشترى. وسيدنا أبو بكر الصديق الرجل القرشي اللي خليفة المسلمين، فكان سيدنا أبو بكر يمشي ومعه سيدنا بلال، فرآهما سيدنا عمر. شو قال سيدنا عمر رضي الله عنه؟ قال سيدنا عن أبي بكر أعتق سيدنا عن بلال. هذا بلال، شوف سيدنا عمر من تواضعه، من أدبه، من كرمه، من أخلاقه، ينادي بلالا بسيدنا، اللي كان قبل كم من سنة ينباع وينشر، وكان عبد ذليل ملوش قيمة، لكن رفعه الإسلام وهذب الإسلام سيدنا عمر. التواضع مفتاح للرفعة، التواضع مفتاح لمحبة الناس لك. لا تكبر على خلق الله عز وجل مهما بلغ مالك ولا منصبك ولا جاهك، خلي في عندك دائما أبدا خضوع بين يدي الله عز وجل. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى مكة فاتحا بعد أن خرج منها طريدا وحيدا لحاله، معه عسكري واحد، رجع على مكة بعشر آلاف عسكري، رجع على مكة بالكتيبة الخضراء كلها دروع وحديد لا يرى منهم إلا الحدق، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ناقته القصواء وهو مطأطئ الرأس ولحية الشريفة تلمس صدره حياء وتواضعا.